إحدى القصص الجميلة جدا، أحد المقيمين اللي اشتغلوا فترة طويلة في البلد عندنا هنا أصيب بصدمة نفسية نتيجة ظرف اجتماعي معين، كان له وضع خاص، يعني كون رأس مال جيد في البلد وكذا، وضع جدا ممتاز. فجأة لاضطراب نفسي معين وجد في إحدى حدائق مدينة الرياض، حاط له خيمة صغيرة وجلس فيها فترة طويلة، حتى انتبه له أحد الإعلاميين، وصلت الصورة بطريقة معينة، جت أجواد وتعاملت مع الحالة. خلال شهرين أو 3 شهور رجع الرجل طبيعي جدا جدا جدا، ومارس حياته بشكل طبيعي ورجع لأسرته. هذه من أجمل الصور عندنا، ما اقتصرنا على السعودي فقط، يعني حق الرعاية الإنسانية، الصحة. تعاملت معك كإنسان بالضبط. وكم يعني شوف، طاق لخيمة في حديقة معناته فاقد الأمل، صحيح، ينتظر الموت. كم الفترة اللي أهلتوا فيها؟ صدقا يمكن خلال 3 أسابيع، لكن ما زادت عن أجلس عندنا يمكن 3 شهور 4 شهور، هي للتأكد فقط من حالته، ورجع رجل طبيعي جدا.